نحن عندنا اليوم قصص من موسكو حيث أنت موجود، ستحكي لنا عن عربات من الحقبة السوفيتية، ما القصة؟ نعم، يعني الموضوع هذا هو رحلة عبر التاريخ. يعني تخيلي نور بأن في روسيا لكل شيء عيد، لذلك طبعا قبل يوم أمس كان هناك عيد في موسكو يسمى عيد النقل، وهنا اتجهت طبعا وزارة النقل نحو تنظيم مهرجان وسط مدينة موسكو ضم العديد من عربات الترامويات القديمة. يعني إحدى هذه العربات كانت تجرها الأحصنة، عمر هذه العربة 150 عاما. لك أن تتخيلي أن من صنع هذه العربة هي شركة فرنسية، والمعدن كان شركة ألمانية في ظل الانقطاع الكبير بالتعاون اليوم بين موسكو وهذه الدول الأوروبية. قرابة 150 ألف شخص حضروا هذا المعرض. طبعا كانت تلاحظ وكانت موجودة بشكل كبير السيارات الكلاسيكية القديمة، لذلك طبعا كانت فرصة لسكان مدينة موسكو في عطلة نهاية الأسبوع للذهاب إلى تلك المناطق، بالرغم من أن 2% فقط من عدد سكان موسكو حضروا هذا المعرض، لكنهم تركوا بصمة واضحة في مواقع التواصل الاجتماعي من صور، من مقاطع فيديو، من أخبار تم نشرها حول لهذا الموضوع. يعني هي مناسبة كانت جميلة لهذا الموضوع. نعم، طيب وعندنا موضوع تاني، ما بعرف إذا في ضل معنا وقت، أجنحة بارما للطيران، شو يعني؟ شو القصة هاي؟ سريعا، يعني هي لقطات تحبس الأنفاس، هي مدينة بيرم التي تقع على بعد 1500 كيلو شرق بيرم. نعم، هي مدينة بيرم شرق العاصمة الروسية موسكو، تقع يعني في الوسط. هناك أقيم معرض للطيران الرياضي والبهلواني المعروف. تقوم الطائرة طبعا إن كانت شراعية وإن كانت تعمل بالمروحيات بأداء عروض جميلة حضرها أناس كثر. يعني هذه فعاليات كانت تقام قبل الأزمة بشكل كبير، لكن طبعا حظر الطيران، حظر الدرونات في المدن والأقاليم الروسية ألغى الكثير من هذه الفعاليات، لذلك تأتي طبعا فعالية بيرم كحدث سابق من نوعه في تلك المنطقة، تابعه كثير من الجمهور، وكانت تتواجد العديد من عدسات الكاميرات الروسية والفيدرالية. تفضلي راوية، صباحكم خير. شكرا جزيلا عبد الجواد الرشد مراسل العربية من موسكو، ومبروك فوز إسبانيا مرة ثانية.